شركة سكون من أهم الكيانات الناشئة في تكنولوجيا صناعة العقار، بتقدم خدمات الملكية المشتركة للعقار في مصر وبتوفره بنظام الحصة وفقاً للوائح والقوانين. التفاصيل عرفناها من المهندس محمد الخطيب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سكون. اسم شركتكم فعلاً مميز، سكون. ايه سر السكون؟ هي الفكرة ورا سكون كلها اللي هي سكون بتدي الإيحاء للإحساس اللي أي واحد من اليوزرز أو الكاستمرز اللي بيقولنا الإحساس اللي هم يحسوا بيه وانس اللي هم يستعملوا المنتج بتاعنا. فكرة الراحة والسخاء التام في جوه البيت بتاعك لما تيجي تروح تأجز في المصيف بتاعك، وادر في الساحل أو في الجونة أو في عين السخنة أو في دبي. احنا ببساطة الخدمة اللي احنا بنقدمها الملكية المشتركة للعقارات أو الكو اونرشيب في ريل استيت. بناخد البيت بنقسمه إلى من جزئين إلى 8 أجزاء، وكل جزء بيديك حقية الاستخدام في العقار ده ذات نفسه، أيام تقدر اللي انت تسكادجول ترو الابليكيشن بتاعنا. تايم شير يعني؟ مختلفة جدا عن التايم شير. عشان مشكلة التايم شير في اسمها، انت بتمتلك جزء من الوقت او حق انتفاع في الوحده ذات نفسها، لا تمتلك اصول. الفكره في الكو اونرشيب انك مع الكو اونرشيب تمتلك اصول في شركه تمتلك العقار ذات نفسه، فبالتالي بتستثمر فلوسك في العقارات، ومن ناحيه تانية تقدر تستخدم العقار ده على راحتك بوقات بمزاجك على توقيتاتك. اشتغلتوا فين؟ شغالين دلوقتي، اشتغلنا في الساحل، اشتغلنا في الجونه، اشتغلنا في سهل حشيش، اشتغلنا في السخنه، واشتغلنا في دبي برضو، شغالين برضو دلوقتي في دبي. بتحلوها ازاي في الساحل؟ كيو ار كودز واكسس كنترول وقصه طويله، عشان تقسمها على 8 افراد اكيد مش موضوع سهل. هي الفكره كلها اللي احنا لما بنيجي نشتغل مع اي ديفلوبر، اي واحد من المطورين العقاريين اللي موجودين جوه اي كومباوند، احنا بنتاكد جدا ان احنا بنمشي ورا الرولز اند ريجوليشنز اللي هو بتتناسب معاه، وادر ده بيكون في الكو اونرز اللي اكشلي بيجي يشتروا معانا، اللي هم يكونوا ان لاين مع الجايد لاينز بتاعتهم للملك، وبعد كده برضو في الدخول والخروج والتعامل جوه الكومباوند ذات نفسه كل حاجه لازم تكون على اساس الرولز والريجوليشنز اللي عند الديفلوبر ذات نفسه. بتاسسوا الموضوع قانونيا ازاي؟ الموضوع بسيط جدا، بناسس شركه ذات مسؤوليه محدوده، الشركه دي بتشتري العقار، وكل شركه ليها عقار بتاعها مخصص، وانت تشتري حصص جوه الشركه دي، فبالتالي تمتلك بشكل تلقائي الحصص جوه الوحده ذات نفسها بناء على حصتك في الشركه. مظبوط.